قبل شوية شفنا التويتر كمية الناس اللي كتبت كلمات في عزاء عبيد وفي حبه كانت مو طبيعية. الترند كان جدا عالي، وأكثرهم إيلاما أنا بالنسبة لي بنت روان. روان ورهف يعني استمدوا القوة بعد الله سبحانه وتعالى. هي أول واحدة كتبت، فيمكن لأن هي العودة فكان عندها الجرأة أن هي تكتب وتعبر عن مشاعرها. يعني هي أول فرحة حقيقية، يعني كونها أكبر بناتها، وبعد يعني ورهف ورغد والجوري سارة، معنا تغريدة هذه عبد المحسن. روان. إيش كاتبة روان؟ ما يعني ما اشوفها الامانه، يعني انا ما عندي حساب بتويتر، كان عندي سابقا. هذا اللي يعني كتبته للامانه، هم كاتبه انفسهم. رحم الله ابا حنونا وسندا وظهرا ورجلا صبورا محتسبا ومحبا للخير. يعني رحمك الله يا والدي ودمت منعما مكرما، استودعتك الله الى حين ان القاك. تدرين ان يعني هم اللي اعطوني، منحوني قوه وصبر على وفاته الله يرحمه. يعني عاده العكس، لكن وجدتهم هم اللي يعطوني القوه. هني القوه ومنهم حتى يعني رهف تقول، كاتبه يعرفني والدي بقوتي ويدرك انه نقطه ضعفي، يا رب مدني بالقوه هي عشان اقدر على افراد. هي من الناس اللي يعني حتى رهف من الناس اللي مدتني بالقوه، يعني عاده العكس، العم او الاخ هو اللي يمد بنات، هو التصاق فيهم. اي لكن انا وجدت العكس والله، حتى واحنا متواجدين في المقبره رحمه الله عليه، يعني انا كنت اخشى من موضوع الحريم وتواجدهم في المقبره، لكن لا، لقيت القوه ولقيت الصبر ولقيت.